السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير اللي كيجي زوين 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 رائع ومنعش. عندنا ثلاثه الخيط سواد وجوج ليمونات وحامضه، هادو هما المقادير. والسكر بطبيعه الحال على حسب الحلاوه كيما بغيتو. نقدموهم ضيفانا لولادنا، ها هو رمضان جاي، وشربوه كيما بغيتو بالصحه والهنا. كما تشوفوا قطع على الليمون فيها بحال كشرائح، وحتى الحامض، وغادي نديرهم في الفريزر حتى يوليو كونجلي عاد باش نجبدهم ان شاء الله. كما تشوفوا خلطو حتى هو ها هو غلطو بحال هكا كريبات، وغادي نردو تسلق لثلاث الكيسان تاع الماء ان شاء الله. كما تشوفو هاهو درت في البلاطة، وغندير عليه ثلاث الكيسان ونخليه حتى يذوب على خاطر. كما تشوفو هنا كما تشوفو دابا هاهو خيط زطار والليمون تا هو ولا مكونجلي ولا قاصح متلج. غادي نبدا نطحن فيه شويه بشويه، ونزيد معاه السكر على حسب الذوق اللي بغينا، وتنطحن هاد الكميه كلها. كيجي رائع رائع وزوين بزاف، ما تندموش عليه. كما تشوفوا زيد شويه من ديال الماء ديال الخيزو وشويه ديال الماء ديال القرار. نطحنو في الطحن مزيان، في هاد الفترة خصكم تطحنوه مزيان مزيان، خصو يطحن مزيان باش ملي تبغيو تصفيوه يتصفى ليكم بسرعة. كيفما تشوفو دابا أنا كنطحن فيه، أنا درت حتى الجهة لخرى نطحن باش الكمية كلها نطحنها بسرعة. إوا تما معانا فيه. كيما تشوفو أنا بديت كنصفي فيه، وخا تيجي عاقد بقاو بشوية بشوية بالعشق حتى تصفى ليكم. تبقاو معاه بالمهل بشوية بشوية بحال هكا كيبان خاطر. وأنا نبدا وراه كيجي رائع، كيجي عصير مركز ديرو بيه اللي بغيتو. كما تشوفو هاهو جا على هاد الشكل هدا. من طبيعة الحال هذا اللقاء ما غاديش نلوحو، ضروري غنديرو بيه، نديرو في شكيكة ولا شي حاجة ضروري. راه كيجي زوين زوين بزاف. كما تشوفو هاهو جا رائع، وغنديرو فيه عصيرات خرين ان شاء الله. كيجي تقيل، كيجي مركز تقيل، تقدري ديري بيه خياتر وزوين. نقول انا تقيل يعني خياتر. هنا خدت حبة ديال الباربة مسلوقة، وغنزيد عليها كاس ونص ديال الهندة، ونزيد عليها شوية الماء وبلا ما نزيد عليها السكر، لان درت كمية تاع السكر اللي غتحلي ليا هادشي كلشي، لانه كيجي بحال السيرو، كيجي حلو وعاقد مركز. الا بغينا نديرو غير الليمون بوحدو نزيد على هاد الكمية هادي، نزيد عليها شوية الماء ويجي عصير زوين. كيما تشوفو انا كنطحن دابا في الباربة، كيجي تا هو عصير زوين زوين تاع الباربة. هو تيجي هنا، درتو هنا في هاد البلاصة هادي، هو كيجي خاطر وزوين.
تقدروا تديروا مع اي فاكهه كانت عندكم في الدار، تقدروا تشربوه حتى بحال هكا كيجي زوين رائع ممتاز. هنا انا غادي نديروا مع شويه الخيار، نديرو مع الخيار ونزيد عليه شويه تاع الماء. حنا الخيار ما قشطرتوش، غنجرتو نزيد عليه واحد الكميه كلاله من الماء وغنطحنو، وتا هو راه كيجي رائع وكيجي زوين ومنعش. ما تعكسوش عليه، ديروه. راه المكونات بسيطه، جوج ليمونات وحامضه وثلاثه الخيط زوحت باق والسكر حسب الطوق. راه كيجي رائع زوين زوين بزاف. ها هو كيما تشوفوا جا زوين بزاف. هذيك درت منه قرعه زدت فيها الماء وجا هو هذاك زوين. عصير ديال الحامض والليمون وخيزو وعصير ديال البربا وعصير ديال وكما تشوفوا ها هو العصير ديالنا واجد، كيجي زوين ومنعش. نتمنى يعجبكم وما تنساوش من اللايك. بحال غنديروا السلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.